بسم الله الرحمن الرحيم. مشروع مجمع مدارس الأيتام الواقع في منطقة حي السلام في كربلاء المقدسة. يقع المشروع على مساحة تقدر بعشرة دونم، مكون من 9 أبنية، 6 مدارس للذكور وللإناث، 3 للذكور و3 للإناث. والفاصل الإنشائي الذي يفصل بين الذكور والإناث هو عبارة عن روضة وحضانة وقاعة متعددة الأغراض وبناية إدارية. ويحيط المشروع سياج على دائر المشروع و8 أبواب تنفذ للمشروع من 3 طرق للمشروع. المدرسة الأولى تتكون من 5 طوابق، الأرضي إضافة إلى 4 طوابق. المساحة للبناية التي تحت البناء تقدر ب 4500 متر مربع، مكونة من 28 صف، تحتوي على مختبرات للكيمياء والفيزياء والإحياء والحاسوب، وكذلك للإناث مثلها للذكور. تصاميم مدارس الإناث راح تختلف عن تصاميم مدارس الذكور حسب طبيعة إشغال المبنى إن كانت ابتدائية أو ثانوية، وكذلك الروضة والقاعة متعددة الأغراض والبناية الإدارية التي ستدير المشروع. كل بناية وكل مدرسة تقابلها عبارة عن ساحة تقريبا مساحتها 1000 متر مربع، مكونة من مادة الربر وتحتوي على نظام البلاي جراوند تكون بها رسومات خاصة مخصصة للأطفال وأيضا للثانوية، وتحتوي أيضا قاعة متعددة الأغراض على ملعب خماسي وملعب لكرة السلة وملعب لكرة الطائرة، إضافة إلى مدرجات، وتعتبر هذه القاعة التي ستضم الفعاليات الكاملة للمشروع. والمبنى الإداري مكون من طابق يحتوي على مكاتب خاصة لإدارة المشروع، والطابق الثاني مكون من مكتبة مركزية أيضا تخدم المشروع. يحتوي على 3 شوارع رئيسية، لكل شارع ب3 أبواب، والشارع الآخر عبارة عن منفذ آخر تكون للسيارات، ومخطط الشوارع حسب التخطيط العمراني والتنسيق مع بلدية كربلاء تحتوي أيضا على باركات ومداخل رئيسية. بسم الله الرحمن الرحيم. مجمع مدارس الأيتام في حي السلام التابع للعتبة الحسينية المقدسة يكون في الجنوب الغربي لمركز المدينة، والمجمع يقام على مساحة تقدر بعشرة دونم. المجمع يضم 6 مدارس، 3 للبنين و3 للبنات، زائدا إدارة مركزية للمجمع وقاعة متعددة الأغراض وروضة تفصل بين المدارس البنين ومدارس البنات، المدارس ثانوية وابتدائية ومتوسطة. وهذه المدارس تكون مطابقة للمواصفات والمواصفات الفنية اللي تتلائم ويا متطلبات وزارة التربية. طبعا المدارس مجهزة بمنظومات حديثة، منظومات تبريد وسلالم كهربائية ومنظومات انترنت ومنظومات الكاميرات المراقبة، وتكون المدرسة من 5 طوابق، أرضي زائد 4 طوابق. الطابق الأرضي يحتوي على
اثنين قاعات تستخدم ككافيتريات في استراحات الطلبة لتقديم الطعام لهم، وأيضا يكون غرف لتحضير الطعام. أيضا المدرسة مجهزة بسلالم الطوارئ التي تستخدم لهروب سلالم الهروب إذا لا سامح الله يكون نشوب حريق داخل البناية. البناية أيضا استخدم فيها أنواع من الرخام المرمر، أرضيات وجدران من مناشئ رصينة. كذلك كما ذكرت المدرسة الواحدة تحتوي على مصعدين كهربائيين وكذلك سلالم عادية. المصاعد أيضا من مناشئ رصينة تتلائم ويا زخم المدرسة. المدرسة سعتها الاستيعابية للطلب 600 طالب، تحتوي على مجموعة صفوف ومختبرات وجامع لأداء الصلاة وكذلك قاعات أخرى لمختبرات بعض المواد التي تحتاج إلى مختبرات أثناء التدريس. الآن احنا في الطابق الخامس من البناية والأخير الذي يحتوي على قاعة للصلاة، جامع للصلاة، أيضا يحتوي على صفوف ومكان للوضوء والقاعات الدراسية، وأيضا مفتوح على كل الطوابق سواء على المصاعد الكهربائية أو على السلالم الطبيعية وسلالم الهروب، وكذلك مزود بنفس المنظومات الكاملة للمدرسة كاملة. الآن وصلنا إلى نهاية الجولة في المبنى الإداري المركزي. طبعاً كل مدرسة تحتوي على إدارة خاصة بها، مدير ومعاون، وهذا المبنى الإدارة المركزية لكل مجمع المدارس. طبعاً هذا يحتوي على طابق أرضي غرف للأساتذة، وطابق الأول يحتوي على قاعة كبيرة قد تكون مكتبة أو تستخدم حسب بعد متطلبات الإدارة وحسب متطلبات القسم تحويلها إلى أي أغراض ثانية. هذا المبنى الإداري يكون خاص بالمجمع بكل المدارس مالته الستة زائد القاعة المتعددة الأغراض زائدا الإدارية. يكون هذه نهاية الجولة في مشروع مجمع مدارس الأيتام التابع للعتبة الحسينية المقدسة، والذي يشرف على إدارته قسم المشاريع الهندسية، إنشاء قسم المشاريع الهندسية في العتبة الحسينية المقدسة.